سيواجه الميريا في مباراة لسباق الدوري، وكنعرفوا أن البرشا يحتل المركز الرابع حاليا، كان الفرق 9 نقاط وبعد ريال مدريد الفرق 7 نقاط وأتلتيكو مدريد اللي متعد الآن بنقطتين، في ظل أن حتى أتلتيكو مدريد عنده مباراة ناقصة، ولكن البرشا غيجري المباراة ديالو اليوم أمام الميريا. كاين في الجديد ديال برشلونه هو الاصابه ديال بيدري. بيدري هذا اللي دائما وخاصه هذا الموسم يلاه رجع من الاصابه، وسرعان ما كيعود الاصابات لا في الموسم الماضي ولا هذا الموسم يتجدد الاصابه، وهذه المره رغم ان اصابه في حمل الزائد في العضله اليمنى، الا ان بيدري يعاني كثيرا من الاصابات. هذا اللاعب اللي كنتظروا منه الكثير صراحه، لاعب موهوب، لاعب صغير السن، لاعب في وسط ميدان برشلونه، ينتظر منه انه يعطي الحلول ويدعم التشكيله ديال برشلونه، ولكن سرعان ما يعود الى الاصابات، لان كما شفتوا بدايه الموسم غاب تقريبا مده طويله حتى 3 اشهر عن المواجهات، منين رجع بدا كيتاقلم، بدا شويه كيرجع المنافسه ديالو الطبيعيه واللياقه البدنيه، الا اننا كنسمعوا اصابه ديال بيدري. الاصابه ديال بيدري ما غاديش تدوم كثيرا حسب التقرير الطبي، ولكن غالبا ما غادي يرجع بعد العطله ديال راس السنه. المهم بالنسبه لتشافي وجماهير كيطالب جماهير برشلونه برحيل تشافي عن تدريب الفريق، لانهم كيحملوا المسؤوليه باللي هو سبب تواضع النتائج ديال برشلونه. انا بالنسبه ليا وكرايي الشخصي ان البارسا وما يعانيه دابا حاليا حسب النتائج، فما كنحملش المسؤوليه 100% لتشافي، وانما كنحملوا تقريبا 60%، لان اللاعبين يتحملون حتى هما 41%، لان الا جينا نحلوا المباريات وجينا نتفرجوا في الماتشات اللي كتلعب ديال برشلونه كنشوفوا ان الثقه مهزوزه لدى اللاعبين بواحد النسبه اللي عاليه بزاف، علاش؟ لان بارسا يحاول، بارسا كيهاجم كيوصل للشباك، لكن كيضيع فرص برعونه، فرص اللي الطريقه باش كيضيع الفرص فغريبة وغريبة جدا، خاصة من لاعبين كبار، لاعبين مستودين على التسجيل وتسجيل اهداف كبار، بحال مثلا ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي لاعب كبير، لاعب هداف، لاعب اللي صراحة الموسم الماضي هو اللي توج بهداف الليغا، قبل منها في البايرن ميونخ كان يسجل اهداف قياسية وخرافية. هذا الموسم صراحة ليفاندوفسكي المستوى ديالو اقل من المتوسط بكثير، ننتظر منه الكثير، ولكن ربما حتى تأقلم وسط البارسا الطريقه باش كتلعب بها البارسا ما ساعدتش ليفاندوفسكي باش يسجل اهداف كثيره، رغم انه كيضيع اهداف امام الشباك بواحد الطريقه اللي ما صالحاش المهاجم كبير وهداف من الطينه ديال ليفاندوفسكي، الا ان مهاجمين الاطراف عند البارسا كنعرفوا ان عنده ضعف، خاصه من طرف رافينيا. رافينيا هذا اللي البارسا ما لقاتش عليه الجهد، يعني باش تبدلوا باش تغيروا باش تعطينا لاعب اخر في لامين يامال صغير السن، مازال ما يقدرش يتحمل مسؤوليات كبار، اللي ما يقدرش يغير نمط الفريق وما يقدرش يزيد بالفريق بالمستوى كبير، لان اللاعب يلا بدا يتاقلم، يلا بدا يدخل اجواء العالميه، يعني اجواء ديال برشلونه كفريق كبير. ولكن رافينيا يعني اللي هو مطالب بانه يكون ذاك الجناح البرازيلي الفنان المراوغ اللي كيساعد على التمرير داخل البوكس ويساعد على ايجاد حلول هجوميه، فهو ضعيف بالنسبه لفريق برشلونه، لان رافينيا ماشي ديال مستوى فريق برشلونه، فريق طلائعي، فريق دائما يبحث عن الالقاب، فريق يبحث عن التتويج بالليغا كل سنه، فريق يبحث عن التتويج بالابطال، فريق يبحث عن التتويج بالسوبر والملك وكاس ملك اسبانيا، يعني باش يكون عندك رافينيا فربما الحلول كتضعف وكتقلال. ما كنقللش من اللاعب ديال رافينيا، من اللاعب رافينيا، ولكن صراحه الواقع هو هذا، الواقع يفرض نفسه، لان رافينيا حد ضد واحد ما كيقدرش يراوغ، ما كيقدرش يزيد يعطي حلول، فكيبقى يعطي تمريرات عرضيه من وسط الميدان، غالبا كيضيع فرص اللي حتى هو ربما 4 ولا 5 ديال الفرص اللي تحت له راس مع الحارس، فضيعها بواحد الطريقه اللي رعونه في تضييع الفرص صراحه، خاصه من طرف رافينيا. كما قلنا مجموعه من العناصر ديال برشلونه كتعيش واحد الثقه مهزوزه، ولكن الهجوم ديال برشلونه اللي كنسطر عليه بالاحمر هو اللي دابا في واحد الحاله ضعف، لانه هو اللي خصو يعطي، ربما لو كان يستغل الفرص اللي كتتيح له ربما لكانت نتائج برشلونه اكثر امتيازا وكانت احسن وكان ترتيب برشلونه احسن. بالنسبه لمباراه برشلونه الميريا فهي مباراه برشلونه يختاروا فيها الفوز او الفوز، يعني لا شيء غير الفوز في هذه المباراه، لان فريق برشلونه
كما قلنا غادي يربح بها 3 نقاط، ولكن في نفس الوقت غادي تزيد الثقه، غتزيد الثقه شيئا ما للاعبي فريق برشلونه باش يكون باش يحققوا نتائج ايجابيه ويحققوا نتائج في مستوى الفريق، وباش يبقاو في صراع الليغا، وباش يحاولوا يبقاو دائما تجاه عينيهم على الالقاب، دائما تجاه الهدف باش يوصلوا لذاك الشيء اللي بغاو. لان فريق لان رئيس الفريق لابورتا كنشوفوا في التصريحات ديالو دائما فهو كيقول لك انا عندي واحد الامل ولا عندي واحد الثقه في تشافي، في المدرب ديال تشافي، وفي هذا المشروع ان فريق برشلونه مازال كينافس على جميع الالقاب. فريق برشلونه مازال بانتظاري، هذا قول لابورتا، مازال بانتظاري انه غادي يفوز بدوري الابطال هذا الموسم. يعني واخا كلشي كيشوف ان فريق برشلونه ضعيف حاليا هذا الموسم، خاصه بعد النتائج الاخيره، ومنين حطات القرعه في ضد نابولي، وكما كنشوفوا المواجهه ديال نابولي فهي مواجهه محفوفه بالمخاطر، لان نابولي ماشي داك فريق سهل، فريق اللي هو صعيب. ولكن حتى نابولي الشيء الامتياز لفريق برشلونه حاليا هو نابولي انه كيعيش نتائج ايجابيه، كيعيش واحد النتائج اللي هي سلبيه، كيعيش واحد انخفاض في المستوى. يعني كنتمنوا ان فريق برشلونه يقدر يعبر هذا الدور ويدوز للدور الثاني، خاصه من بوابه نابولي، لان نابولي فريق اللي ماشي سهل، خاصه ان نابولي خسر الكاس، مباراه الكاس، وخرج من كاس ايطاليا. كيبقى التركيز ديالو على الكالشيو، يعني على البطوله الايطاليه وعلى دوري ابطال اوروبا، ولكن ما نقدروش نتكلموا دابا على دوري ابطال اوروبا لان مازال شويه الوقت، مازال حتى لشهر جوج يعني باش تهضر على المباراه دابا، فمازال يعني الوقت، ومازال الوقت امام برشلونه للاستدراك، ما يمكن استدراكه لان ما فات، مازال ما فاتش الوقت، مازال ربما احنا في نصف الموسم. الكل المتتبعين ديال فريق برشلونه المتفائلين كيقولوا وكيحاولوا انهم يبقاو دائما مع قلوبهم متفائله مع برشلونه، وكيقولوا بلي ان فريق البرسا مازال سينافس على الليغا، وسينافس على دوري ابطال اوروبا، وسينافس على جميع الالقاب الممكنه. ربما هذا ممكن، كنظن الى مشى التصحيح ديال الثقه ديال اللاعبين، انا كنظن كل شيء كاين في الثقه ديال اللاعبين المهزوزه لدى فريق برشلونه، لان فريق برشلونه ملي كتفرج فيه خاصه في المباراه وداخل المباراه كتلقى ان فريق برشلونه يؤدي بطريقه جيده جدا، كيوصل للشباك في فرص كبيره، ولكن يضيع كما قلنا كيضيع الفرص كثيره، وهذا الشيء الا جينا زدنا هضرنا على الدفاع، الدفاع اللي ربما هذا الموسم ما عرفناش علامه استفهام، الضعف الكبير في الدفاع لفريق برشلونه، العكس اللي كان الموسم الماضي. ربما الموسم الماضي اللي خلى فريق برشلونه يتوج بالليغا هو قوه الدفاع، دابا الدفاع اللي ضعيف هو اللي خلى برشلونه يتحمل وتكبد نتائج اللي سلبيه، لان مباريات بزاف اللي خسرها فريق برشلونه بدفاع الميت المتهالك واللي كيتلقى اهداف في الدقائق الاولى، وسرعان ما يلقى برشلونه نفسه انه منهزم في المباراه، وكيبدا المباراه منهزم، وهذه هي اللي كتخلي فريق برشلونه دائما كيقلب غير على التعادل، وربما تما الثقه كتزول، الثقه كتضيع وكتضعف مع تضييع الفرص كما قلنا، مع قراءه الخصم، ربما حتى قراءه الخصم ما كتكونش في المستوى. كنتمنى من تشافي انه يحضر جيدا قبل المباريات، يعطي لكل منافس قيمه ديالو باش يحاول يحاوره في اللقاء، ويعطي كل ما عنده، ويحاول يعرف كيفاش يلعب على الجانب النفسي للاعبين والذهني باش يبقى التركيز ديالهم طوال 90 دقيقه في المباراه. المهم اخوان ما نطولش عليكم، كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش تدعموني بلايك سبسكرايب، جيم تخليولي الاراء ديالكم حول اداء برشلونه وشنو هو المستوى اللي يقدر يوصل له هذا الموسم. المهم نتوما دائما في القلب، ما تنساوش تدعمونا بلايك سبسكرايب جيم، تهلاو.